دعونا يعني نبعد شوية عن السياسة وقضايا السياسة ونروح لموضوع كده خفيف شوية. الميك اب اللي بيتعمل لأي بنت معتاد انه هو عشان يخلي شكلها أحلى، لكن هناك بالتأكيد وبعض الناس عارفين ده أنواع أخرى من الميك اب بتخلي الشكل أوحش. تعالوا نشوف. دفعتها رغبتها لترك ما درسته في مجال الحاسب الآلي للعمل في مجال المكياج. هذه رشا التي تعمل في هذا المجال بعد جهد طويل من التعلم من خلال اليوتيوب. انا كنت بحب الميك اب اصلا وكده، فيعني حبيت ان انا اخش المجال، فقعدت اخد كورسات ميك اب ارتست عادي، دخلت المجال وكده. كنت بشوف ناس بيعملوا ميك اب افكت بس مش يعني تحس ان هو فيك قوي، فحبيت ان انا اتعلم الميك اب افكت وكده. دخلت على اليوتيوب وعرفت ان في تعليم عن طريق اليوتيوب وكده، وقعدت اتعلم عن طريق اليوتيوب وبدات اشتغل بحاجات بسيطه وكده وماتيريال عاديه بدائيه يعني، لحد ما عرفت ان في ماتيريال بره وبدات اجيبها من بره واشتغل بيها، والدنيا يعني مشيت معايا في الموضوع قوي. وتحاول رشا صنع التأثيرات اللازمة في المكياج لتحول الشخص من حالة إلى أخرى. كنت الأول بعمل ميك اب عادي وكده، بس اتجهت دلوقتي للميك اب افكت. هو بتستخدم أغلبية الماتيريال اللي بتستخدمها في الميك اب العادي، بس بطريقة بدل تجميلية تشويهية، يعني بتشوه الوش أكتر ما بتخليه جميل. نفسي الموضوع ده يكبر أوي في مصر، نفسي الماتيريال تبقى متاحة في مصر، يعني بدل ما احنا كل شوية بنجيبها من بره وبتبقى الأسعار غالية جدا. نفس الموضوع ده يكبر هنا، يهتموا بالافلام اللي فيها افكت اكتر. بره اكتر حاجه عندهم الافكت غير هنا خالص، فنفس الموضوع يكبر هنا قوي. الشغف يغير دفه الحياه ويدفع الانسان الى اتجاه اخر غير الذي كان عليه ليحقق ذاته.